تشهد محافظة بورسعيد تطورا كبيرا يشمل مختلف المرافق والمنشآت، تطور امتد ليتضمن سوق السمك الحضري بالمحافظة ليأتي كبديل جديد ومتطور للأسواق العشوائية. تطور شامل تشهده محافظة بورسعيد، وانعكس هذا التطور على كافة المرافق والمنشآت بالمحافظة وصولا لسوق السمك الحضري بنطاق حي العرب الذي جاء كبديل جديد ومتطور للأسواق العشوائية. فبعد إعلانها أولى المحافظات المصرية خالية من العشوائيات، تسعى المدينة الباسلة لأن تكون المحافظة الأولى في الأسواق الحضرية. طفرة كبيرة جدا في الأسواق على مستوى المحافظة بالسوق الجميل، سوق السمك، لأن كل حاجة موجودة في السوق، التكامل كامل من كل النواحي، موجود نوعيات مختلفة، نوعيات عديدة جدا، وما أدراك ما نوعية النوعيات الجيدة بتاع أسماك البحر وأسماك القناة وأسماك المزارع وأسماك بحيرة المنزلة وبحيرة البردويل. فإحنا الحمد لله بنتمتع كبورسعيد، في محافظة بورسعيد الأولى في جودة أنواع السمك. طبعا هي حاجة مشرفة جدا إنشاء سوق عصر بالشكل الجمالي ده، والخدمات كلها ما شاء الله حاجة متوفرة، والواحد ما شاء الله لما بينزل السوق بيلاقي كل الخدمات متوفرة. وتتوافر في السوق معظم الأسماك والكائنات البحرية التي يتم تقديمها للعملاء بأشكال عديدة، ويتوافد الآلاف يوميا على سوق الأسماك الذي يقام على مساحة 20700 متر مربع، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ نحو 670 مترا مربعا وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه. هنا كل حاجة متوفرة، هناك ما كانش في مطاعم، ما كانش في تجهيز، ما كانش في عادات للزبائن. الأغراب اللي كانوا بيجوا مثلا من جميع المحافظات والرحلات كانوا بيجوا ما تلاقوش أي حتة ياكلوا فيها، هنا بيجوا الوقت بتلاقي كل حاجة مكان متوفرة وكل حاجة موجودة. مكان هنا بسم الله ما شاء الله كل الخدمات موجودة وكل الخدمات متاحة، سواء مشوي، مقلي، سمك عايزه متنظف، سمك عايزه كذا، الدنيا كلها هنا تمام زي الفل. السوق تضم 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترا مربعا و104 محل سريحة بمساحة 10 أمتار مربعة و30 محل جملة بمساحة 40 مترا مربعا ومطعمين على مساحة 100 متر مربع، فضلا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار السيارات أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6. والسوق مدعومة بأحدث نظم إطفاء الحريق بالإضافة إلى شبكة صرف حديثة. إذن هي جهود كبيرة تبذلها الدولة لتطوير كافة المرافق والمنشآت للمواطنين لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظات وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.